الله النهارده هنبدا يونت 5. يونت 5 اسمها نيوكليير كيمستري. خلاص يونت 5 اسمها نيوكليير كيمستري. احنا المفروض اول ليسن عندنا اسمه اون اتوم كومبوننتس. احنا في اليونت دي عندنا اربع دروس. نفتكر احنا خلصنا يونت 4. يونت 4 كان برضو عندي اربع دروس اللي هي كانت اسمها ثيرمو كيمستري. النهارده هنبدا يونت 5 نيوكليير كيمستري. النيوكليير كيمستري اول درس فيها يعتبر تمهيدي زي بدايه اي يونت، تمهيدي بقيه الشابتر او بقيه اليونت. طيب هنا بنتكلم على اتوم كومبوننتس، هو درس بسيط في مراجعه عن الحاجات اللي انت خدتها قبل كده في اولى اعدادي وثانيه اعدادي. طيب احنا عشان نفهم يعني ايه كلمه نيوكليير كيمستري نفتكر مع بعض، انا هدرس الانسايد ذا نيوكليس ولا الكومبوننت او الالكترونز اللي بتلف حوالين النيوكليس. من اسمها نيوكليير يبقى انا هتكلم على كل حاجه ليها علاقه بالنيوكليس. طيب النيوكليس لو نفتكر كانت بتتكون من ايه؟ تعالوا كده نفتكر مع بعض. طيب في الاول خالص الاتوم كومبوننتس، طبعا اي اتوم في الدنيا احنا عندنا طبعا 118 اليمنت. ال 118 اليمنت طبعا عندهم عدد من البروتونز والالكترونز والنيوترونز مختلف عن الثاني. عشان كده اختلاف البروتونز والالكترونز بيخلي اختلاف طبعا واضح في الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز بتاعت الاتوم. طبيعي الاتومز بتاعت الايرون مش زي الاتومز مثلا بتاعت اليورانيوم، تمام؟ مش زي الاتومز بتاعت الكلورين، لان كل واحد منهم عنده عدد معين من البروتونز والالكترونز اللي بتخلي الخصائص الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز مختلفه. طيب نبدا كده في الستراكشر اوف ذا اتوم. اول حاجه اكتشفت في الاتوم كانت الالكترونز. طبعا لو نفتكر مع بعض بس كده رسمه الاتوم، الاتوم كانت بتتكون، ده تصورك ان انت برضه قبل كده في اعدادي، بتتكون من بروتونز، والبروتونز كانت بوزيتيف، ونيوترونز كانت نيوترال، وطبعا كان الالكترونز بتلف حوالين النيوكليس في حاجه اسمها انرجي ليفلز. يبقى انا عندي هنا الالكترونز وهنا النيوكليس، يبقى ثاني الاتوم اللي معرفتك بيها بتتكون من النيوكليس، ودي طبعا مين؟ الالكترونز. طيب تعالى كده بالراحه نعرف مين اكتشف كل واحد من دول. يبقى اول حاجه اكتشفت في الاتوم كانت الالكترونز. اسم العالم مش علينا، انا في السنه الجايه ان شاء الله في ثانيه ثانوي نكمل منها. طيب اسم العالم او العالم اللي اكتشف الالكترونز اكتشفها عن طريق تجربه، برضو السنه الجايه انت هتعرف التجربه دي. المهم دلوقتي احنا طبعا نعرف نفتكر بس كانت ايه الالكترونز. الالكترونز كانت بارتكلز صغيره جدا 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 بتلف حوالين النيوكليس، شحنتها نيجاتيف. يبقى تاني اول حاجه اكتشفت في الاتوم كانت عباره عن الالكترونز. الالكترونز هاز نيجاتيف شارج، طبعا ليها ماس. الالكترونز فيري فيري سمول، تمام، مقارنه ببقيه المكونات بتاعه الاتوم. بعد كده في نفس العصر ده او بعد كام سنه خلاص اكتشفنا بعد كده طبعا البروتونز والنيوترونز. بس بعد ما اكتشفنا الالكترونز طبيعي الاتوم بصفه عامه هتبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نيوترال؟ احنا عارفين من اعدادي الاتوم بتبقى ايه؟ الاتوم بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا ملهاش شحنه؟ يعني انا لما امسك القلم دوت، القلم ده معمول من اتومز، يا ترى بينجذب لحاجه بوزيتيف او نيجاتيف؟ طبعا مفيش اي تاثير للكهرباء عليه. ليه؟ لان هو نيوترال، فالاتومز عندها عدد من البوزيتيف قد عدد النيجاتيف، عشان كده اي اتوم تعتبر نيوترال. يبقى طبعا ها الاتوم از الكتريكالي نيوترال عشان عدد البروت او عدد، طبعا ما كناش لسه عرفنا ان في حاجه اسمها بروتونز. يبقى طبيعي انت عندك مثلا شويه نيجاتيف، يبقى طبيعي لازم باللوجيك ما بما ان انت شايف دي نيوترال وانت خلاص اكتشفت ان فيها الكترونز، يبقى طبيعي عدد الالكترونز قد عدد حاجه بوزيتيف، بس هم مش عارفين لسه ايه البوزيتيف ده، تمام؟ لغايه ما عالم جالي اسمه راذرفورد. مين اول واحد اكتشف ان انا عندي نيوكليس بوزيتيف؟ اسمه راذرفورد. انت خدت الاسم ده قبل كده في ثاني اعدادي تقريبا. يبقى تاني راذرفورد هو اول عالم اكتشف ان انا عندي حاجه اسمها النيوكليس، والنيوكليس دي شحنتها بوزيتيف. وبعد كده قال ان النيوكليس فيها حاجه اسمها بروتونز. يبقى تاني الالكترونز اول حد اكتشفها او اول حاجه اكتشفت في الاتوم، اكتشف بعدها النيوكليس، النيوكليس شحنتها بوزيتيف. طب تعالى بعد كده بعد البوزيتيف اكتشفنا طبعا ان الالكترونز بتمشي في حاجه اسمها انرجي ليفلز. مين اللي اكتشف الانرجي ليفلز؟ عالم اسمه بور. يبقى تعالى كده نعرف يا ترى ايه تخيل راذرفورد وتخيل بور عن الاتوم. راذرفورد قال لي شويه معلومات عن الاتوم. اول حاجه عندي ان طبعا ان هي بتتكون من
مين الموجود في السنتر اوف ذا اتوم؟ النيوكليوس. النيوكليوس موجودة في السنتر اوف ذا اتوم، ومين اللي بيلف حواليها؟ الالكترونز. طيب بس كده يا رادرفورد؟ قال لا طبعا. يبقى انا عندي هنا النيوكليوس اهي، ادي النيوكليوس موجودة في السنتر اوف ذا اتوم والالكترونز بتلف حواليها. يبقى دي اول بوستوليت، يعني افتراض قالوا. يبقى رادرفورد اتوميك موديل قال ان النيوكليوس موجودة في السنتر اوف ذا اتوم، شحنتها ايه؟ شحنتها بوزيتيف. خلاص. طب لو جيت تتكلم عن الماس بتاعه النيوكليوس بالمنظر كده، النيوكليوس اهي حته كده سوليد موجوده او عندها هاي دنس موجوده في النص، يا ترى الماس بتاعه الالكترونز والنيوكليوس بالمنظر مين اللي الماس بتاعته اكبر؟ ها النيوكليوس. يبقى هو تاني بوينت قال ان الماس اوف نيوكليوس كونسنت سوري الماس اوف ذا اتوم كونسنتريتد ان ذا نيوكليوس. يبقى اول حاجه قالها ها ان النيوكليوس موجوده فين؟ في السنتر اوف ذا اتوم. طب الماس بتاعه الاتوم كلها متركزه فين؟ تركيزها فين؟ في السنتر في الـ في الـ في النيوكليوس. يبقى نمبر 2 ذا ماس اوف ذا اتوم از كونسنتريتد ان ذا نيوكليوس. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى نمبر 1 ذا سنتر اوف ذا اتوم ذير از نيوكليوس. النيوكليوس طبعا بوزيتيف تشارج، خلاص هي الماس بتاعتها ريلاتيفلي هيفي comparing to مين؟ بقيه الكومبوننت اللي هو مين؟ اللي هي compared to the electrons. طيب واحنا طبعا بعد كده قلنا ان الالكترونز are negative rotating around the nucleus، بس في مشكله عند رادرفورد ان هو ما قاليش الالكترونز بتلف حوالين النيوكليوس ازاي لغايه بعد كده ما رادرفورد هو اللي قال لي. بعد كده طبعا هو بدا يعرف او بدا كمان من التجربه بتاعته يعرف ان most of the atom is empty space. اهي شايف السبيس اللي موجود في الاتوم اهي، كل ده سبيس موجود في الاتوم. على العلم ان العلماء اللي قبل رادرفورد كانوا متخيلين ان الاتوم سوليد. عارف يعني ايه كلمه سوليد؟ سوليد يعني من جوه ما فيهاش اي سبيس. يبقى تعالى كده تاني نفتكر البوستوليتس بتاعت رادرفورد. اول حاجه ها اكتشف النيوكليوس وقال ان النيوكليوس موجوده في السنتر اوف ذا اتوم. تاني حاجه النيوكليوس دي شحنتها بوزيتيف. تالت حاجه ان الماس اوف ذا اتوم كونسنتريتد ان ذا نيوكليوس. تالت رابع حاجه قال ان الاتوم معظمها سبيس. طيب اخر حاجه كمان بدا يقيس لي او عرف يقيس الديامتر بتاع النيوكليوس، يعني الحته دي النيوكليوس دي يا ترى الديامتر بتاعها كام؟ قال ان هي من 10 باور نيجاتيف 5 ل 10 باور نيجاتيف 6 نانومتر، وقال ان الديامتر بتاع الاتوم كلها 0.1 نانومتر. يبقى تاني ها الديامتر بتاع الاتوم كلها سوري الاول بتاع النيوكليوس كلها من 10 باور 6 ل 10 باور نيجاتيف 5 نانومتر. طب الديامتر بتاع الاتوم كلها 10 باور او 0.1 او 10 باور نيجاتيف 1 نانومتر. تمام. وايه الرقم اللي مكتوب ده؟ يعني ايه 10 باور نيجاتيف 10 متر؟ ما احنا واخدين من الترم الاول. لو انا حبيت اقول لك انا عندي 0.1 نانومتر عايز احولها للمتر، ها تايم كام؟ يبقى 0.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 9 هتطلع لك 10 باور نيجاتيف 10 متر. يبقى انا لما اتكلم على الديامتر بتاع الاتوم هتقول لي يا كام يا كام؟ يا 10 باور نيجاتيف 1 اللي هي 0.1 نانومتر، يا اما 10 باور نيجاتيف 10 متر. تمام. يبقى تاني كده تعالوا نفتكر البوستوليتس بتاعت رادرفورد على الاتوم. احنا اتفقنا ان الاتوم بتتكون من نيوكليوس في السنتر، بس موجوده في السنتر اوف ذا اتوم. يبقى السنتر اوف ذا اتوم هاز نيوكليوس. النيوكليوس دي ليها حاجتين، الماس بتاعتها معظم الماس اوف ذا اتوم كونسنتريتد ان ذا نيوكليوس، وتاني حاجه شحنتها بوزيتيف. طيب في كمان فراغ موجود كبير في الاتوم على عكس العلماء اللي قبله. العلماء اللي قبله كانوا متخيلين ان الاتوم دي ما فيهاش سبيس، كانوا متخيلين انها سوليد. طيب بعد كده قلنا ان most of the atom is most of the atom قلنا is empty space، وبعد كده عرف يقيس لي مين ومين؟ ال diameter of nucleus وال diameter of the atom. الاتوم كلها 10 باور نيجاتيف 1 والنيوكليوس 10 باور نيجاتيف 6 ل 10 باور نيجاتيف 5. دي اخر حاجه قلناها. طيب بور بقى، بور اكتشف او عرف ان الانرجي ليفلز هي الاماكن اللي الالكترونز بتمشي فيها.
طب انت عندك كام انرجي ليفل لو نفتكر كده؟ ها كانوا 7 اللي هم K L M N O P Q. سؤال، ينفع احط في الانرجي ليفل الاولاني 10 الكترونز في مزاجنا؟ لا طبعا. وقال ان كل انرجي ليفل كاري fixed number of electrons. طيب معلومه صغيره، ال K كان بيشيل كام؟ 2. ال L بيشيل كام؟ 8. ها ال M؟ طيب ماشي، انتوا معلوماتكم كانت ايه؟ بس لا، هو الواقع ان هما بيشيلوا 18. طب ال N بيشيل 32 وهكذا. يبقى مين اللي قال لك الارقام والمعلومات دي كلها؟ كان بور. يبقى بور قال لي حاجتين، قال لي الالكترونز ريفولف اراوند ذا نيوكليوس ها ان افيكسد بليسز سماها انرجي ليفلز او اوربتس. لو جات لك بكلمه اوربتس صح، انرجي ليفل صح. طب احنا عندنا كام انرجي ليفل في الاتوم؟ 7. كل انرجي ليفل بيشير سيرتن نمبر او فيكسد نمبر اوف الكترونز. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ تمام. طيب يبقى احنا كده اكتشفنا ها النيوكليوس، وبعد كده 1919 عرف ان النيوكليوس فيها بارتكلز سماها بروتونز وشحنتها بوزيتيف. لغايه دلوقتي احنا لسه ما اكتشفناش النيوترونز. جالي عالم اسمه نيفل شادويك 1932 اكتشف النيوترونز، وقال ان النيوترونز، قال معلومتين عن النيوترونز. قال ان النيوترونز ليها شحنه؟ لا مالهاش شحنه. طب ايه تاني؟ قال ان الماس بتاعه النيوترون تقريبا قد الماس بتاعه البروتون. طب تعالى كده نتخيل بقى كده الشكل النهائي بتاع الاتوم. ها يبقى انا عندي هنا النيوكليوس. مين اللي موجود في النيوكليوس؟ في بارتكلز شحنتها ايه؟ شحنتها بوزيتيف اهي كده. ده كان لغايه دلوقتي تخيل رادرفورد كده. دي اسمها النيوكليوس، نيوكليوس، نيوكليوس. ومين اللي بيلف حواليها؟ الالكترونز في حاجه اسمها انرجي ليفلز. البروتونز موجوده جوه النيوكليوس والاثنين شحنتهم بوزيتيف. لغايه ما عالم جالي اسمه، او عالم جه 1932 اسمه شادويك، اكتشف ان ما بين البروتونز دي في حاجه اسمها ها نيوترونز. سؤال، هي ايه فائده النيوترونز؟ ها تخيل مفيش نيوترون، دي بوزيتيف ودي بوزيتيف ودي بوزيتيف ودي بوزيتيف. قوة التنافر اللي ما بينهم بيخلي الاتوم دي اصلا موجودة؟ مستحيل يبقى فيه بوزيتيف وبوزيتيف موجودين في مكان واحد ومفيش فاصل ما بينهم ويبقوا ستيبل. تخيل ان مفيش هنا نيوترونز، ما كانش هيبقى فيه اتوم اصلا. اذا ايه فايدة النيوترونز؟ النيوترونز بتبقى موجودة هنا ما بين ما بين البوزيتيف تشارج، بتقلل التنافر اللي ما بينهم. هي ليها شحنة؟ مالهاش شحنة، بس ايه فايدتها؟ ان هي بتقلل التنافر اللي موجود ما بين البوزيتيف والبوزيتيف. تمام؟ يبقى تاني، مين اول بارتكل اكتشف في الاتوم؟ كان ها الالكترونز. تمام؟ شحنه الالكترونز الالكترونز نيجاتيف. طب تاني حاجه اكتشفت في الاتوم كان مين؟ البروتونز شحنتها بوزيتيف. اخر حاجه اكتشفت مين؟ النيوترونز. مين اكتشف البروتونز؟ كان عالم اسمه رادر فورد. مين اكتشف النيوترونز؟ عالم اسمه نيفل، لا النيوترونز، نيفل شادويك. طب مين اكتشف الانرجي ليفلز؟ كان عالم اسمه بور. تمام؟ في مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب انا دلوقتي عايزه اعبر عن الاتوم، يعني عايزه اعرف الاتوم دي يا ترى فيها كم بروتون، فيها كم نيوترون. تعالوا نفتكر مع بعض، كنا بنستخدم رقمين، واحد اسمه اتوميك نمبر، واحد اسمه ماس نمبر. تعالوا نفتكر الكلام ده، بس قبل ما نفتكرها تعالوا نفتكر المعلومتين دول. اتوميك ماس كونسنتريتد ان ذا نيوكليوس، ليه يا ترى؟ عشان الالكترونز كبيره ولا صغيره جدا؟ صغيره جدا، تكاد تكون مهمله. يبقى because ها the mass of electrons is too small. ممكن بدل كلمة too small أقول كلمة negligible. negligible يعني too small، فتكاد تكون مهملة. خلاص؟ أنت عارف إن البروتون الواحد الماس بتاعته ب 1800 إلكترون. متخيل لو أنا عندي 1 بروتون ب 1800 إلكترون. عشان كده الماس of the atom أو الماس of، تمام، the mass of the atom is concentrated in the nucleus. تمام؟ يبقى تاني، ليه الماس of the atom is concentrated in the nucleus؟ عشان الالكترون ماس very very small او negligible compared to the protons and neutrons. الماس بتاعت البروتون الواحد بكام؟ 1800 electrons. طيب تاني حاجة، الاتوم positive ولا negative ولا neutral؟
الاتوم بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نيوترال؟ نيوترال، عشان عدد مين قد عدد مين؟ عدد البوزيتيف بروتونز قد الالكترونز النيجاتيف. يعني انا لو عندي 10 بروتونز لازم يبقى قدامي 10 الكترونز عشان البوزيتيف يبقى قد النيجاتيف فيخلي لك الاتوم نيوترال. في مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالى نفتكر بقى احنا كنا بنعبر ازاي عن النيوكليس. يعني انا عايز اعرف البروتونز والنيوترونز اللي موجودين في النيوكليس. كنا بناخد بنفتكر، لو نفتكر كده كان في رقمين، رقم اسمه ماس نمبر ورقم اسمه اتوميك نمبر. ها الماس نمبر ده هرمز له A، الاتوميك نمبر هرمز له Z. طب الاتوميك نمبر الماس نمبر ده كان يا ترى بيعبر عن عدد ايه وايه؟ ماس نمبر، حتى من اسمه ماس، هي معظم الماس في الاتوم موجوده فين؟ في النيوكليوس. طب والنيوكليوس بيتكون من ايه وايه؟ بروتونز ونيوترونز. اذا الماس نمبر هو عدد مين ومين؟ البروتونز بلس نيوترونز. طيب الاتوميك نمبر هو عدد مين؟ البروتونز بس. طب انا لو عايز اجيب نيوترونز، طيب تعالى ناخد مثال افضل. بصوا كده اهو، لو انا جيت قلت لك انا عندي هنا اكس، اكس ده اي اليمنت، مين اللي بيتكتب فوق؟ الماس نمبر اللي هو A. مين اللي بيتكتب تحت؟ الزد، اتوميك نمبر. قلنا ان A هو بيعبر عن عدد مين؟ ها البروتونز بلس نيوترونز. طب امال الزد بيعبر عن عدد مين؟ البروتونز بس. طب انا هنا بقى لو انا حبيت اجيب النيوترونز، النيوترونز بتساوي ايه؟ اللي فوق ناقص اللي تحت، يعني ماس نمبر ماينس اتوميك نمبر. تاني النيوترونز بتساوي A ماينس Z. تعال ناخد مثال، لو جيت قلت لك عندي اتوم زي الالمنيوم، ها الالمنيوم 1327، يلا كده هات لي المعلومات دي. انا عايز عدد الاول ال A، وعايز ال Z، وعايز البروتونز، وعايز النيوترونز، وعايز الالكترونز. يلا كده مين يجيب لي كل واحد فيهم؟ ها ال A عندك كام؟ تمام 27، ال A هو اللي فوق 27. طب الزد 13. طب البروتونز، ما انا لسه قايله دلوقتي ان البروتونز هي الزد اهي، البروتونز هي الاتوميك نمبر، تمام؟ يبقى برضه 13. طيب نيجي كده للنيوترونز، لسه قايله ان النيوترونز بتساوي الاتوميك الماس نمبر ماينس اتوميك نمبر. هنا الماس نمبر كام؟ 27 ماينس 13 يعني هتساوي 14. سؤال بقى، هي دي عليها شحنه من فوق ولا ملهاش شحنه؟ بما ان هي ملهاش شحنه يبقى اسمها اتوم ولا ايون؟ اتوم. بما ان هي ملهاش شحنه يبقى اسمها اتوم. اذا الاتوم لازم عدد البروتونز يبقى قد عدد الالكترونز. انا هنا عندي كام بروتون؟ 13، يبقى كام الكترون؟ برضه 13. تمام؟ طيب تعالى ناخد مثال تاني. لو جيت قلت لك مثلا حاجه زي الكالسيوم، ها 20 وهنا 14، يلا كده هات لي البروتونز، بروتونز وعندي الالكترونز وعايز النيوترونز وعايز الزد وعايز الـ A. يلا كده نمسك الاولى، عندك كام بروتون؟ مين البروتونز؟ اللي تحت يبقى 20. ها الالكترونز طالما هنا مفيش شحنه يبقى البروتونز قد الالكترونز. طيب النيوترونز كنا بنجيبها ازاي؟ ماس نمبر ماينس اتوميك نمبر، يعني كام؟ برضه 20. طيب الزد، مين الزد؟ اتوميك نمبر اللي هي 20. طب ال A ماس نمبر اللي هي 40. طب لو عندي تشارج، يعني انا لو عندي ايون اجيب ازاي الكلام ده؟ لو جيت قلت لك مثلا عندي حاجه زي P نيجاتيف 3 1531، وهنا نقول مثلا حاجه زي المغنيسيوم 2 بوزيتيف وهنا 1224، عايزه اجيب برضه نفس الكلام، عايزه عدد ال A، عايزه ال A ال Z البروتونز والالكترونز والنيوترونز. ها A Z بروتونز نيوترونز والكترونز، يلا كده ال A هنا بكام؟ 31. ها يبقى 31. طب ال Z 15. البروتونز 15 برضه. طب الالكترونز، لا هقف هنا، هو هنا انت عندك تشارج صح؟ هو يعني ايه التشارج دي؟ بتعبر عن ايه؟ هي النيجاتيف دي معناها لوس ولا جين؟ جين. لو نفتكر من اعدادي قلنا ان النون ميتالز ديورينج ذا كيميكال رياكشن
جين الكترونز. اذا دي معناها ان عملت جين. جين بكام الكترون؟ بثلاثة الكترونز. طب هي اصلا كان عندها كام؟ 15. عملت جين بثلاثة بقوا كام؟ ها؟ بقوا 18 يبقوا 18. طب سؤال النيوترونز بنجيبها ازاي؟ ها؟ الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر يعني 16. تمام؟ طيب نشوف اللي بعدها. هنا الـ A بكام؟ ها؟ 24. طب الـ Z 12. البروتونز 12. خلاص؟ طب النيوترونز ها؟ 24 ماينس 12 يبقى 12. طب الالكترونز قلنا الالكترونز لازم اشوف دي مشحونه يعني عليها تشارج، اذا هي مش اتوم هي ايون. طب هي دي بوزيتيف معناها ايه؟ يبقى عملت لوز. لوز لكام؟ ل 2. طب انا كان عندي 12 فقدت 2 بقوا 10، يبقى انا عندي كده 10 الكترون. تمام؟ اتفهمت؟ يبقى تاني احنا عشان نعبر عن الاتوم بنستخدم حاجه اسمها اتوميك نمبر وماس نمبر. ها الاتوميك نمبر بتعبر عن عدد البروتونز، الماس نمبر عن عدد البروتونز والنيوترونز. طبعا هنا النيوترونز ال A ماينس ال Z. تمام؟ طيب ساعات بيجي يقول لك هات لي النيوكليونز. يعني ايه كلمه نيوكليونز؟ بص كده دي، لو هنا جيت قلت لك عايز النيوكليونز، النيوكليونز هي عدد البروتونز والنيوترونز، من اسمها نيوك جاي من كلمه نيوكليس. نيوكليونز يعني مكونات النيوكليس. مين اللي مكون النيوكليس؟ مين ومين؟ بروتونز ها ونيوترونز. انا هنا عندي كام بروتون ونيوترون؟ 24. هنا عندي كام؟ 31. يبقى كلمه نيوكليونز بتعبر عن عدد مين ومين؟ بروتونز ونيوترونز. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب هنا طبعا مثال اهو ها الالومنيوم. طبعا الالومنيوم او هنا جايب لك العكس، بيقول لي رايت ذا نيوكليس سيمبل اوف الومنيوم اتوم، عنده 13 بروتون يبقى الاتوميك نمبر بكام؟ 13. طيب وبيقول لك عندك 14 نيوترون يبقى الماس نمبر كام؟ 13 بلس 14. خلاص هكتب له السيمبل اللي هو زي ده اهو، يبقى الالومنيوم 13 27، وهنا عدد النيوترونز. طيب طبعا الكلام ده كله سهل ما فيهوش مشكله. نيجي بقى نفتكر كلمه كانت اسمها ايزوتوبس. يعني ايه كلمه ايزوتوبس؟ طيب يبقى جديد حاجه اسمها ايزوتوبس، احنا خدناها قبل كده في اعدادي. يعني ايه كلمه ايزوتوبس؟ معلومه صغيره بس، احنا عندنا 118 element. عندنا من العناصر دي حوالي 99 element ليهم اشكال ثانيه. يعني ايه شكل ثاني؟ زي ما اجي اقول لك بالظبط انت كم انت واخواتك موجودين كم في البيت؟ في ناس هتقول لي انا لوحدي، في ناس هتقول لي انا واخويا اثنين، وفي ناس هتقول لي ثلاثه، وناس هتقول لي اربعه. نفس الكلام العناصر دي موجوده كده في الطبيعه. في عناصر موجوده لوحدها، في عناصر ليها شكل ثاني. فهو الشكل الثاني ده ممكن يبقى شكلين، ممكن يبقوا ثلاثه، ممكن يبقوا اربعه، ممكن يبقوا خمسه. اهي الاشكال الثانيه دي اسمها ايزوتوبس. طب برضه يعني ايه كلمه ايزوتوبس؟ لو جيت قلت لك مثلا حاجه زي الهيدروجين H1 1، وهنا H1 2، وهنا H1 3. بص كده مبدئيا هو انا ليه سميتهم الثلاثه هيدروجين؟ لان هما نفس العنصر وهما نفس الاليمنت. طب يا ميس ليه ما خليش مثلا هنا اثنين؟ ليه هما عندهم نفس الاتوميك نمبر؟ لان الاتوميك نمبر صفه مميزه للعنصر. ما انت لو غيرت ده ال H كله اتغير. امال هما مختلفين في مين؟ مختلفين في الارقام اللي فوق. اهي الارقام اللي فوق دي اللي هي كانت اسمها ماس نمبر. طب تعالى نعرف يا ترى ايه سبب اختلافهم في الماس نمبر. تعالى كده نجيب لكل واحد منهم البروتونز. كده كده البروتونز قد بعض ولا مختلف عن بعض؟ كلهم كام؟ 1، وهنا 1، وهنا 1. بس مين اللي مختلف عندي؟ عدد النيوترونز. قول لي الماس نمبر اختلف ليه؟ انت عندك هنا 1، لما اجي اجيب النيوترونز 1 ماينس 1 هتساوي 0، هنا 2 ماينس 1 هتساوي 1، يبقى النيوترونز هنا 1، هنا النيوترونز كام؟ 2. اذا ايه سبب اختلاف العناصر دي؟ اختلافهم الوحيد في عدد النيوترونز. فلما عدد النيوترونز اختلف يبقى عدد الماس نمبر اختلف. يبقى تاني الثلاثه دول اسمهم ها ايزوتوبس. يبقى ببساطه وات از مينت باي ايزوتوبس؟ يبقى هما
the same element where we have the same number of protons or the same atomic number but differ in mass number. يبقى الايزوتوبس هي نظائر او هي اشكال مختلفه لنفس العنصر. طب ايه سبب اختلافهم؟ الماس بتاعتهم. واحد عنده الماس الاتوميك ماس بتاعته 1 او الماس نمبر 1، الثاني الماس نمبر بتاعه 2، الثالث الماس نمبر 3. اذا مين الاقل؟ مين اللي عنده ماس اكثر؟ اكيد 3. فالعلماء جم عشان بعد كده نميز ما بين كل واحد والثاني ادولهم اسماء. قالوا ان الهيدروجين ده اولا انا لما اجي اكتبه هكتبه هيدروجين بص كده داش 1 او ده هكتبه ازاي؟ هيدروجين داش 2 هيدروجين داش 3. دي معناها ان انا عندي الماس نمبر 3 هيدروجين داش 2 يبقى معنى كده ان الماس نمبر 2. خلاص تمام؟ في مشكله؟ طيب جينا نسمي الاولاني ده، الاولاني ده العلماء سموه لانه ما فيش غير بروتون واحد هو كله على بعضه اصلا كام بروتون؟ واحد. فنسمى بروتيوم. اسمه ايه تاني؟ بروتيوم. طيب التاني ده فيه كام؟ اتنين بروتونز او واحد بروتون واتنين نيوترون فتسمى اتنين باللاتيني ديوتريوم. اسمه ايه تاني؟ ديوتريوم. طب التالت ده مش هو فيه ثلاثة ماس نمبر ثلاثة فتسمى تريتيوم يبقى تي ار واي تي ار اي يعني ثلاثة. التاني تريتيوم يبقى تاني كده الاسامي بتاعتهم ايه؟ الاولاني اسمه بروتيوم ديوتريوم تريتيوم. يبقى انا لما اجي اقول لك بروتيوم يبقى انت عرفت ان الماس نمبر بتاعه كام؟ 1. ديوتريوم الماس نمبر بتاعه كام؟ 2. تريتيوم الماس نمبر بتاعه كام؟ 3. في مشكله في الكلام ده؟ تمام. يبقى تعالى كده نفتكر تاني وات از مينت باي ايزوتوبس. اهو عندك ثلاث اشكال للكربون. كربون كده كده الاتوميك نمبر ثابت 6 6 6 بس هما مختلفين في مين؟ في الماس نمبر. يا ترى ليه مختلفين في الماس نمبر؟ عشان مختلفين في عدد النيوترونز. ده كده عنده كام نيوترون؟ 6. ده عنده 7. ده عنده 8. يبقى الثلاثة دول اسمهم ايزوتوبس. يبقى تاني وات از مينت باي ايزوتوبس يبقى نفس الاتومز بتاعت نفس الاليمنت بس عندهم نفس الاتوميك نمبر بس ديفر ان ماس نمبر. في مشكلة في الكلام ده؟ طيب قلنا أكتر أمثلة مشهورة على الأيزوتوبس، الأيزوتوبس بتاعت الهيدروجين. عندي كام أيزوتوب للهيدروجين؟ أول واحد اسمه بروتيوم، أول واحد تاني اسمه بروتيوم، التاني اسمه ديوتريوم، التالت اسمه تريتيوم. البروتيوم في كام بروتون؟ واحد. طب الديوتريوم في كام؟ الديوتريوم في كام؟ كام بروتون؟ كام بروتون؟ البروتونز ما بتتغيرش. ده في واحد وده في واحد وده في واحد. بس مين اللي بيتغير بس؟ الماس نمبر. هنا في كام ماس نمبر؟ كام نيوترون بقى؟ زيرو. يبقى مين العنصر الوحيد اللي ما عندوش ولا نيوترون في الكون؟ هو بس البروتيوم اللي هو الايزوتوب بتاع الهيدروجين. تمام؟ طيب ده عنده كام بروتون؟ كام نيوترون؟ واحد. ده عنده كام نيوترون؟ اثنين. يبقى لما اجي اقول لك انهي ايزوتوب ما عندوش ولا بروتون سوري ولا نيوترون؟ البروتيوم. مين اللي عدد البروتونز قد النيوترونز؟ الديوتريوم. مين اللي عدد النيوترونز اكتر من البروتونز؟ التريتيوم. في مشكله في الكلام ده؟ صعب. فجم العلماء يميزوا اكتر فادوا كمان للنيوكليس نفسها اسم. بص كده هنا الاسم ايه؟ بروتيوم بروتون ديوتريوم ديوتروم تريتيوم ترايتون. يبقى تاني دي اسامي النيوكليس. يبقى انا لما اقول لك ايه اسم النيوكليس بتاعه التريتيوم هتقول لي ترايتون. يعني عندها كام نيو كام بروتون؟ 1. عندها كام نيوترون؟ 2. تمام؟ في حاجه صعبه في الكلام ده؟ في مشكله؟ طيب ايزوتوب كمان مثلا للاكسجين. ها اكسجين او 16 او 17 او 18. يبقى انا ازاي بميز الايزوتوب من الثاني؟ بالاتوميك نمبر ولا بالماس نمبر؟ بالماس نمبر لان هو المختلف. لكن كده كده الاتوميك نمبر ثابت. سؤال بقى يا ترى انا عندي ثلاثة ايزوتوبس للاكسجين تمام؟ عايز احسب الاتوميك ماس يعني الماس هختار في لو انا مثلا عايز احط الاتوميك ماس في البريودك تيبل هروح اختار انهي واحد فيهم؟ اختار الاتوميك ماس بتاع
الاولاني ولا الثاني ولا الثالث؟ ها ايه المناسب؟ الاولاني الثاني الاولاني الثالث. ايه رايكم؟ اشمعنى انت حددتها على اساس ايه؟ كده طيب العلماء عملوا ايه؟ قالوا احنا هناخد الافريج. يعني ايه افريج؟ يعني المتوسط بتاعهم هم الثلاثه، فانا المفروض ان انا اقول افريج اتوميك ماس. يعني انا هاخد الماس بتاعت الاولاني؟ لا. الثاني؟ لا. انا هاخد الثلاثه الافريج بتاع الثلاثه مع بعض. طب سؤال بقى، انا ازاي بجيب الافريج؟ تاني انا عشان ابدا احط اختار اتوميك ماس للثلاثه ايزوتوبس او الاربعه او الخمسه، بجيب لواحد بس ولا بجيب المتوسط؟ بجيب المتوسط. تمام، دي ست درس بقى دلوقتي هناخدها كده كده دلوقتي شويه كده. طب انا عشان اجيب المتوسط، بص كده مثال، عندي ايزوتوبس للكوبر اهو، عندي اثنين ايزوتوبس، الاولاني ايزوتوب الاولاني بص كده اسمه كوبر 63، ها نسبه تواجده في الطبيعه بنسبه 69% و9 من 100. طيب عنده الايزوتوب الثاني اخوه نسبه تواجده 30%، ما طبيعي لو جيت قلت لك ان انا عندي اثنين ايزوتوب واحد نسبه تواجده 20% يبقى الثاني كام؟ 80%، في مشكله؟ طيب انا ازاي بقى اجيب الافريج المتوسط بتاعهم؟ بص كده هناخد الرول ده ما فيهوش حاجه، رول سهل جدا، ونحل بيه الافريج اتوميك ماس. هو مديني هنا اهو الكوبر الاولاني نسبه تواجده 69%، الماس بتاعته كام؟ هو قايل لي ما بين قوسين اهو الماس بتاعه 62.9، الثاني 46.9. اجيب ازاي المتوسط بتاعهم؟ بص كده القانون، ها الافريج اتوميك ماس، بجيب الايزوتوب الاولاني اهو، ها في نسبه تواجده، نسبه تواجده كام في الميه؟ 69.9%. تاني انا عايز اجيب المتوسط بتاعهم، اجيب المتوسط ازاي؟ يبقى الافريج، نحفظ القانون، بجيب الايزوتوب الاولاني، الاولاني الماس بتاعته كام؟ 62.9298، بص كده في نسبة تواجده هو موجود بنسبة كام في المية؟ 69.09%، هقلبها تبقى على 100 اهي. فيها مشكلة دي؟ تاني انا عملت ايه؟ جبت الايزوتوب الاولاني في نسبته على 100 زائد بلس الايزوتوب الثاني، ها اللي هو 64.9278 في نسبته موجود بنسبة كام في المية؟ 30.91%، هقلبها على 100 واحسبهم بالكالكوليتر واشوف الناتج كام. صعبة دي؟ تاني عايزة اثنين ايزوتوبس، هنحل سؤال تاني، عايز اثنين ايزوتوبس، عايز اجيب المتوسط بتاعهم، يبقى لازم الاول اعرف نسبة تواجدهم في الطبيعة. طب انا عرفت نسبة تواجد الاولاني مثلا 70%، يبقى الثاني كام؟ 30%، خلاص؟ هنا نسبة الاولاني 69%، يبقى الثاني الباقي بقية 100%. تعالى ناخد مثال ثاني. بيقول لي في المثال الثاني calculate اهو a sample of lithium، ثواني، a sample of lithium، الليثيوم عنده اثنين ايزوتوبس، واحد اسمه ليثيوم 6 واحد اسمه ليثيوم 7، عايز المتوسط. تعالوا كده ببساطه، انا حد بس يطلع معايا كده كالكوليتر. ها بيقول لي اسامبل اوف ليثيوم كونتين تو ايزوتوبس. طب تعالى نطلع الداتا كده بتاعتي. اول حاجه الليثيوم الاولاني اهو اللي هو ليثيوم 6، الاتوميك ماس بتاعته كام؟ 6.01572. ها قلنا في ايه؟ نسبة تواجده، هو قايل لك في الآخر إن نسبة تواجده 7.42%، يعني إيه؟ يبقى 7.42%، هشيل البرسنت وأحط مكانها over 100، صعبة دي؟ فيها مشكلة؟ ها بلس الايزوتوب الثاني، هو الايزوتوب الثاني بيقول لك اللي هو ليثيوم 7، ليثيوم 7 الماس بتاعته كام؟ 7.7.016 في نسبة تواجده، بس يا ميس ما عنديش نسبة التواجد بتاعه، أجيبها إزاي؟ ها؟ أجيب النسبة بتاعته إزاي؟ هو الأولاني كام في المية؟ الباقي الأولاني كام في المية؟ 7، يبقى التاني كام؟ بقيت المية في المية،
نحسب اكتب الكالكوليتر يعني كام؟ هتبقى 92 كام؟ 58. طبعا 100 يبقى اعلى 100. حد كده احسبها بالكالكوليتر وخلاص، حتى مش لازم. 6.941779. طب سؤال بقى تاني، ايه الميجرنج يونت؟ بيتكتب كده في الاختيارات، ايه الميجرنج يونت؟ هو انت هنا بتقيس ماس لايه؟ لاتوم صح؟ سؤال، هو الاتوم عشان اقيس الماس بتاعتها اقيسها بايه؟ بالكيلو جرام؟ ها؟ اقيسها بالكيلو جرام؟ جرام؟ ملي ايه؟ ملي ايه بالظبط؟ ملي جرام ولا اقيسها بايه؟ ملي متر. دي بتقيس ايه؟ ملي متر دي بتقيس لينث. ميتر لينث، محدش يقول لي نانو، النانو بيقيس لينث او ديامتر للاتوم. انا عايز اقيس ماس، ينفع اقيسها بالكيلو جرام؟ يعني ينفع اجي اقول لك دي كيلو جرام، الاتوم الصغيره اللي انت مش شايفها اصلا ينفع اقول لك بالكيلو جرام؟ لا. ينفع اجيبها بالجرام؟ لا طبعا، ولا بالجرام ولا بالكيلو جرام، لان هي اصغر جدا، بجيبها في حاجه اسمها اتوميك ماس يونت. اسمها ايه تاني الميجرنج يونت للاتومز الصغيره، الحاجات الصغيره قوي زي الاتوم؟ اسمها اتوميك ماس يونت. مستمع؟ اتوميك ماس يونت. سؤال بقى، الاتوميك ماس يونت ساعات بتتكتب يو، يبقى اتوميك ماس يونت او يو. طيب انا لو عايز احول من الاتوميك ماس يونت للكيلو جرام او للجرام، تعالى كده نحفظ دي عشان انا هستخدمها دلوقتي. بص كده، الكيلو جرام اهو، ها، والاتوميك ماس يونت. اتوميك ماس يونت، يا ترى الكيلو جرام في كام من الاتوميك ماس يونت؟ بص كده، لو انت عايز تحول من الكيلو جرام للاتوميك ماس يونت، بص الرقم يتحفظ زي اسمك، 1.66 تايمز 10 باور نيجاتيف 27. يبقى تاني، ها، كيلو جرام لليونت 1.66 تايمز 10 باور نيجاتيف 27، ده لو بالجرام. خلاص. طب سؤال، لو انا عايز ارجع من اليونت، ارجع اليونت تاني للكيلو جرام، برضو هعمل في نفس الرقم. هنشوف دلوقتي هنعمل تايم ولا ديفايد. ادي 1.66 تايمز 10 باور نيجاتيف 27. هنا بقى هنستنى نشوف تايم ولا ديفايد. واحدة واحدة كده، الكيلو جرام هو الكبير للصغير، احنا كنا واخدين قبل كده المفروض من الكبير للصغير تايم ولا ديفايد؟ تايم. بس تايم لما يبقى الباور بوزيتيف، لكن انا هنا عندي الباور نيجاتيف، التايم هتتقلب ديفايد. يبقى تاني كده، لو انت عايز تحول من الكبير للصغير، لما الباور بيبقى نيجاتيف انا بعكس القوانين بتاعتي، يبقى عايز احول من الكبير للصغير في الاتوم والماس بتاعت الاتوم يبقى ديفايد. طب عايز احول من الصغير للكبير، ها، يبقى تايم. خلاص فيها مشكله دي؟ يبقى تاني، الكيلو جرام عايز احوله لليونت او الاتوميك ماس يونت، يبقى ديفايد 1.66 تايم 10 باور نيجاتيف 27. صعبه دي؟ طب لو هي هنا بدل الكيلو جرام عايز احولها للجرام، اهي ادي جرام وادي اليونت، من الجرام لليونت وادي من اليونت للجرام. بص كده، ان الجرام لليونت كبير للصغير الاول تايم ولا ديفايد؟ ها، من الكبير للصغير هنا ديفايد. طب ديفايد كام؟ 1.66 تايم 10 باور نيجاتيف 24. ايه مس دي 24؟ ما هو ايه الفرق ما بين الكيلو جرام والجرام؟ 3 صفر. يبقى الكيلو جرام نيجاتيف 27، الجرام نيجاتيف 24. طب لو انا عايز احول من اليونت اللي هي الاتوميك ماس يونت للجرام، يبقى تايمز 1.66 تايمز 10 باور نيجاتيف 24. نحفظ كده التحويلات دي عشان دي مهمه جدا جدا جدا. لغايه دلوقتي في حاجه فيها مشكله؟ تمام. يبقى احنا اتفقنا، نرجع كده تاني للجزء اللي احنا كنا سايبينه، اتفقنا ان الماس اوف ذا اتومز، ها، مستحيل ان انا اعرف اقيسها بالكيلو جرام او بالجرام، لان دي طبعا صغيره جدا جدا جدا، ما اعرفش اقيسها بالجرام وبالكيلو جرام. امال انا بقيسها بميجرنج يونت ثانيه اسمها اتوميك ماس يونت او يو. يبقى
الاتوميك ماس يونت هي نفسها اليونت. طبعا انا عندي 1 يو 1.66 تايم 10 باور ها نيجاتيف 27. طب لو بالجرام، لو بالجرام هتبقى نيجاتيف 24. في مشكله في الكلام ده؟ صعبه. عرفنا ازاي نحسب الافريج اتوميك ماس بتاع الايزوتوبس خلاص. طيب اخر حته بقى موجوده عندنا في الدرس واهم حته في الدرس تمام، اسمها relation between mass and energy. اللي احنا هناخده ده كان سبب عمل القنبله النوويه. يعني العلماء اخذوا المعادله بتاعه اينشتاين او اينشتاين واخدوا المعادله دي وبداوا يعملوا بيها القنبله النوويه في الحرب العالميه الثانيه تمام. طيب ايه يا ترى المعادله الغريبه دي؟ دي اشهر معادله موجوده في القرن 19. المعادله هي وسيله او هو اكتشف ان الماده بتتحول لطاقه والطاقه ها الماده عندي بتتحول لطاقه خلاص. يعني ايه ماده ويعني ايه طاقه؟ هي ايه الماده دي؟ الماده اللي عندها ايه؟ ماس وفوليوم صح. الماتر اللي عندها ماس وفوليوم. اينشتاين اثبت ان انا ممكن اطلع طاقه من خاتم مثلا زي ده، من خاتم ذهب زي ده ممكن اطلع منه طاقه خلاص. ازاي؟ هو مبدئيا دي على فكره اسمها الريلاتيفيتي، النظريه النسبيه، الريلاتيفيتي ثيوري بتاعت اينشتاين. ممكن نقرا عنها كده يعني بعد الشهر لو كده في وقت او في وقتنا فاضي. طب جرب يعني كده اقرا عنها. المهم النظريه دي كان او كان في جزء منها بيشرح ايه العلاقه ما بين الماس وما بين الانرجي. وحط لنا المعادله، ايه هي المعادله؟ بيقول لي ان الانرجي ها بتساوي الماس تايم سي باور 2. تعالى كده نكتب المعادله هنا على البورد تاني كده. اول قانون هناخده النهارده اسمه ايه؟ الانرجي ايكوال ماس تايمز سي باور 2. الانرجي الميجرنج يونت بتاعتها بالجول، الماس بالكيلوغرام. طيب السي ايه هي السي دي؟ دي بالجول. ايه هي السي؟ السي هي السبيد اوف لايت، سبيد اوف لايت. يا مس طب هو انا ليه ما كتبتهاش في؟ مش انت واخد السبيد برمز لها بالفي في الفيزكس؟ ليه اتسمت سي؟ لان دي سرعه ثابته، السرعات الثابته ليها رمز ثابت لوحدها، حاجه سبيشال يبقى سي. يبقى هي سي ها سبيد اوف لايت. طب فكروني كده هو السبيد اوف لايت بكام؟ حد عارف؟ 3 تايمز بالظبط. يبقى 3 تايمز 10 باور ها 8. تعالى نتخيل، نتخيل ان انت معاك مثلا كيلو جرام، كيلو جرام مثلا من اليورانيوم. لا مش دلوقتي. اليورانيوم دي ماده مشعه خلاص، دي اساس القنابل النوويه واساس المفاعلات النوويه، مش لازم قنبله، ممكن مفاعل نووي. ايه هي الماده اللي بتتحط في المفاعل النووي؟ عنصر اسمه اليورانيوم تمام. تعالى نتخيل ان انت عندك بس 1 كيلو جرام من اليورانيوم. ال 1 كيلو جرام ده يطلع لك طاقه مقدارها قد ايه؟ تعالى كده نحط الرقم في المعادله دي. هو اتفقنا ان انا عندي اي ها بالجول يساوي الماس بكام؟ 1 كيلو جرام. ايه يعني 1 كيلو جرام؟ تايمز سرعه الضوء بكام؟ لسه قايلين دلوقتي 3 تايمز 10 باور 8. بس خد بالك ان كمان باور 2. يعني كام الرقم ده؟ ها 3 باور 2 يعني 9 تايمز 10 باور 16 جول. ايه يا مس يعني ده رقم صغير ده؟ انت عارف يعني ايه 9؟ وقدامها كام صفر؟ 16 صفر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. بس نعمل كده. انت ايه متخيل؟ متخيل الطاقه اللي بتطلع من كيلو جرام من اليورانيوم؟ وتخيل الطاقه دي ممكن تعمل ايه؟ بالظبط اللي عملت في نجازاكي وهيروشيما بالظبط. متخيل الطاقه يعني الكيلو جرام ممكن متخيل كميه الطاقه اللي بتطلع على ايه؟ معنى كده ان الطاقه اللي متخزنه في المواد طاقه رهيبه. هنعرف الحصه الجايه ايه مصدر الطاقه دي تمام. يبقى ببساطه معادله اينشتاين ها القانون بتاعي ايه؟ اي ايكوال ام سي باور 2 تمام. تعالى كده نكتب القانون ده في صوره ماجيك تراينجل زي ما احنا تعودنا. بس سؤال قبل ما نكمل، دي بستخدمها لما الماس بتبقى في ايه؟ بالايه؟ بالكيلو جرام. طب في الحاله دي الانرجي هتبقى بالايه؟ ها بالجول. سؤال، لو انا عايز اتكلم على طاقه الاتوم
ينفع زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي ينفع استخدم الماس بالكيلوغرام؟ ينفع استخدم الماس بالكيلوغرام؟ لا، هستخدمها لسه قايلين بحاجه اسمها اتوميك ماس يونت. العلماء عملوا كده ايكويشن ما بين الاثنين او سمبليفيكيشن ما بين المعادلتين، لقوا ان انا لما استخدم الانرجي والماس بتاعتي بالاتوميك ماس يونت في الحاله دي الرقم ده هيتغير، بدل ما هيبقى ثابت 9 تايمز 10 باور 16 هيبقى 931. وفي الحاله دي الطاقه استخدمها بالجول؟ لا، الجول دي للحاجات الكبيره للاجسام الكبيره. طب انا لو بتكلم على الاتوم في الحاله دي الطاقه بقيسها بايه؟ حاجه اسمها مليون الكترون فولت. يبقى انا كده خدت النهارده 2 ميجرنج يونتس للانرجي، مين ومين؟ جول للاجسام الكبيره ها، ومليون الكترون فولت لو انا اتكلمت على اجسام صغيره زي الاتوم. طب ايه تاني للميجرنج يونتس بتاعت الماس؟ كيلوغرام للاجسام الكبيره، اتوميك ماس يونت لو انا اتكلمت على الاجسام القليله الصغيره يعني. خلاص يبقى تاني انا كده خدت معادلتين النهارده، امتى استخدم دي يا اياد؟ لما يبقى عندي ها بالكيلوغرام او بالجرام اجسام كبيره. لكن امتى استخدم دي؟ لو انا جيت قلت لك ان الماس عندي بالايه؟ اتوميك ماس يونت، في الحاله دي الطاقه هتطلع بالايه؟ مليون الكترون فولت. تعالى نكتب المعادلتين دول كده في صورة ماجيك تراينجل اهي، ادي المعادلة الأولى وادي المعادلة الثانية أو الإيكويجن الثانية سوري. الأولى كنا حاطين مين؟ الإنرجي، الإنرجي بتساوي إف إيه؟ ها؟ ماس تايمز سي باور 2، نشيل خالص السي باور 2 نحط الرقم بتاعه اللي هو كام؟ 9 تايمز 10 باور 16. فكرني كده هنا ها؟ لو انا استخدمت الاتومز الصغيره عايز اقيس الانرجي اللي بتطلع منها في الحاله دي الماس عندك بالايه؟ بالاتوميك ماس يونت، والرقم ده مكانه 931. طب نفتكر الميجرنج يونتس، هنا الانرجي بالجول، هنا الانرجي مليون الكترون فولت، هنا الماس بالكيلو جرام، هنا الماس بالاتوميك ماس يونت. صعبة؟ فيها مشكلة؟ حفظنا الاثنين دول؟ يبقى تاني ها، لو أنا عايز الإنرجي يبقى ماس تايم 9 تايمز 10 باور 16 ها، لو أنا عايز ماشي، لو أنا عايز الماس هنا يبقى الإنرجي ديفايد 931. صعبة؟ في مشكلة في الكلام ده؟ حفظنا المعادلتين عشان هستخدمهم دلوقتي. تعالى بقى آخر حاجة عشان قبل ما أحل، لو أنا عايزاك تحول من الكيلوغرام للاتوم. طيب نفتكر كده التحويلات دي، قلنا ان الكيلوغرام للاتوميك ماس يونت ها يبقى 1.66 تايمز 10 باور نيجاتيف 27، وقلنا العكس برضه 1.66 تايمز 10 باور نيجاتيف 27. طيب من الكبير للصغير لسه قايلين دلوقتي هو في الطبيعي ان المفروض انها تايم، لكن هنا هنخليها ديفايد. طب يبقى من الصغير للكبير المفروض انها ديفايد هتبقى تايم. طيب قلنا ايه الفرق ما بين اللي فوق واللي تحت؟ بس بدل باور نيجاتيف 27 هتبقى ان 10 باور نيجاتيف 24، يبقى هنا ديفايد 1.66 تايمز 10 باور نيجاتيف 24. طب انا لو عايز احول من الاتوميك ماس يونت للجرام هتبقى تايمز 1.66 تايمز 10 باور نيجاتيف 24. التحويلات دي تتحفظ زي اسمنا. طيب لو انا عايز احول بقى من الجول للمليون الكترون فولت، يبقى انا دلوقتي بتكلم محمود، لو انا دلوقتي بتكلم على الطاقه يبقى انا هنا بتكلم على الماس، تحويلات الماس تاني، يبقى دي تحويلات الماس من الكيلوغرام للاتوميك ماس يونت او من الجرام للاتوميك ماس يونت، دي كده تحويلات الماس. طب انا لو عايز اتكلم على الانرجي، الانرجي ما عنديش غير اثنين، انرجي مين ومين؟ مليون الكترون فولت والجول، نبدا كده بالجول، ايه الجول والمليون الكترون فولت، مليون الكترون فولت ها نفس الفكره. يبقى من الكبير للصغير، من الصغير للكبير، قلنا من الكبير للصغير هتبقى ديفايد، ديفايد كام؟ بص كده نفس الرقم تقريبا 1.6، الرقم مش مختلف. الثانيه 1.66 دي كام؟ 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 13.
طب العكس هيبقى برضو تايم 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 13. تعالى كده نحل مسألة مع بعض. بصوا كده هنا في المسألة دي بيقول لي calculate the amount of energy. طب سؤال، هو هنا مديلك الانرجي، مديلك الماس بالايه؟ بالجرام. تعالى نفتكر ان انا كان عندي اثنين ماجيك تراينجل، واحد اللي هو الاولاني ده خلاص اللي انا بستخدمه لما يجي لك الماس كبيره. هنا قلنا ان الانرجي بالايه؟ بالجول، بتساوي الماس بالايه؟ بالكيلوجرام. تايم سي باور 2، قلنا سي باور 2 ها اللي هي 3 تايمز 10 باور 8 باور 2، قلنا هشيلها واحط مكانها 9 تايمز 10 باور 16. سؤال، هو هنا مديلك الماس او مدهاني، بس مديهالك بالايه؟ بالجرام. لازم احولها ليه الاول؟ للكيلوجرام. طب سؤال، هي دي بالظبط ديفايد 1000، اذا دي هتبقى 5 ها تايمز 10 باور نيجاتيف 3 أو 5 ديفايد 1000. طب أنا كده عايزة الإنرجي، هيبقى بالكالكوليتر يبقى الإنرجي ها إيكوال، خد بالك إن الإنرجي هنا بالجول، يبقى 5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 تايمز 9 تايم 10 باور 16 بالكالكوليتر 5 تمام أو 45 تايمز 10 باور ها 13 أو 4.5 تايمز 10 باور نيجاتيف باور 14. سؤال بقى، هي الميجرنج يونت هنا بالايه؟ بالجول، يبقى دي كده بالجول. هو عايزها بالجول؟ اه عايزها بالجول، بس كمان عايزها بالمليون الكترون فولت. فكرني كده لسه قايلينها من شويه، لو انا عايزه احول من الجول للمليون الكترون فولت كنت لسه كاتباه من الجول اللي هو من الكبير للصغير ديفايد ها، يبقى انا هاخد الرقم ده يبقى بيساوي 4 5 تايمز 10 باور 13 تايم ولا ديفايد؟ ديفايد. كام الرقم؟ 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 13. الرقم اللي هيطلع هيبقى بالمليون الكترون فولت. صعبه في كلها حفظ قوانين وتحليلات. طيب تعالى ناخد مساله ثانيه. تمام تعالى ناخد مساله ثانيه ها. طيب بيقول لي calculate the amount of energy in joule produced from transformation of 25% من ال 1.4. سؤال، هو 25% من 1.4 هو بيقول لك اتحول كل ال 1.4؟ لا، اتحول بس كام؟ 25% منها. تعالى الاول كده من دي نجيب الماس اللي اتحولت. هو بيقول لي ان الماس اللي اتحولت 25% منها، يبقى 25 على 100 في 1.4 لحد كده احسبها بالكالكوليتر 0.35. سؤال، دي من ايه؟ جرام. يبدا ينفع ابدا المساله بالجرام ولا لازم احولها للكيلو جرام؟ يعني بتساوي ها 0.35 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 كيلو جرام. تعالى بقى نستخدم القانون بتاعنا، استخدم اني واحد اللي بالجول ولا بالمليون الكترون فولت؟ بالجول، لان هو كده كده عايزها بالجول ها. يبقى الانرجي بالجول بتساوي ماس تايم سي باور 2. قلنا الماس بكام الدهاني؟ يبقى 0.35 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. السي باور 2 قلنا على طول بكام؟ 9 تايم 10 باور 16. يبقى على طول السي باور 2 9 تايمز 10 باور 16. ها احسبها بالكالكوليتر كام؟ 3.15 ها 10 باور كام؟ 13. طبعا ايه الميجرنج يونت؟ ها جول. صعبة؟ سؤال، لو عايزك تحول من دي من الجول للمليون الكترون فولت، من جول لمليون الكترون فولت، يبقى ديفايد 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 13. طيب ناخد واحدة ثانية ها. بيقول لي calculate the mass المرة دي in kilogram required to produce an amount of energy مقدارها 190 مليون الكترون فولت. تعالى نفتكر، حط الاثنين ماجيك تراينجل قدامك. احنا كنا قايلين هنا انا عندي هنا الانرجي وهنا الماس وهنا السي باور 2، بس هنا الانرجي بالجول وهنا الماس بالكيلوجرام.
طيب المره الثانيه ها كنا بنقول ان هي الانرجي بالمليون الكترون فولت وتحت، يبقى هنا الانرجي بالمليون الكترون فولت وتحت هنا ماس وهنا 931، هنا الماس دي بالايه؟ بالاتوميك ماس يونت. من الرقم اللي هو مديهولك مليون الكترون فولت، يبقى انا هستخدم انهي ماس ترينجل؟ الثاني. يبقى هو كده عايز مين؟ عايز الماس. تعالى كده نجيب الماس، ها يبقى الماس ايكوال الانرجي بالمليون الكترون فولت اهي 190 على 931، ادي 931. هات كده احسبها في الكالكوليتر 0.2. ايه الميجرمنت يونت اللي هتطلع؟ اتوميك ماس يونت او يو، اسهل خلاص. بس انا بفضل تكتب اتوميك ماس يونت عشان وانت بتحسب ما تتخيلش ان دي 4. طيب تعالى نكمل. هو عايزها بالاتوميك ماس يونت؟ لا، ده عايزها بالايه؟ بالكيلو جرام. تعالى نفتكر من اليو، ها من الكيلو جرام للاتوميك ماس يونت من الكبير للصغير ديفايد 1.66 تايم 10 باور نيجاتيف 27. يبقى انا هقول له دي اهو الرقم ده، يبقى 0.2 ها ديفايد 1.66 تايمز 10 باور نيجاتيف 27. لا ديفايد ليه بس؟ انا سوري انا اسف، سوري انت صح. يبقى تايمز، هو هنا انا عايز احول من اليونت كيلو جرام، يبقى تايم 1.66 تايمز 10 باور نيجاتيف 27. تمام. 3.62 ها 10 ماشي. طبعا الميجرنج يونت كيلو جرام. صعبه المسائل؟ فيها مشكله؟ احنا كده الحمد لله خلصنا لسون 1. تمام؟